السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت أصور لكم أهو الصينية بما يرضي الله، جميلة وحلوة. بصي تبقى فاتحة نفسك على الصبح في منتهى الجمال. طبق البيض اللي احنا قطعناه شرايح جميلة اهو، ومش عارفة تقطعيه، ممكن بالسكينة بأي حاجة بالمعلقة. بصي وادي السلطة، وادي الطبق البتنجان اللي احنا عملناه، وادي الطعمية العجة، وادي طبق اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام المش، وفيه قطع كمان الفلفل الحراقة جميلة. على فكرة ما بيبقاش حراق بعد كده، هو في الأول بيبقى حراق لكن لما بنعمله بيبقى ايه، بارد. ودي الدقة اللي احنا عملناها مع بعض، وادي الجرجير الحلو بتاعنا. بصي كأنك قاعدة في الفلاحين. وهذا اللهم صل على النبي العيش بتاعنا. بصي اللهم صل على الرسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الجمال. بصي احلى حاجة، بصي اللهم صل على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحلى فطار تاكليه يوم الجمعة انت وولادك بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل دايما، ودايما تبقى في صحة وسعادة وهنا العمر كله يا رب. بشكركم جدا وبتمنى لكم دايما صحة وسعادة وهنا طول العمر يا رب. بس بقى اولادك لما يصحوا الصبح يلاقوك عاملة كده العيش زي الفل، وعاملة كل حاجة كده، وعاملة فطار زي الفل بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل، ودايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.